بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله درسنا عن قانون الجيب، حساب المثلثات تانية ثانوي الترم الأول. القانون بيقول في أي مثلث تتناسب أطوال الأضلاع مع جيوب الزوايا المقابلة لها، جيوب الزاوية اللي هو الجا، جيب الزاوية اللي هو الجا. فبيقول أطوال الأضلاع بتاعة المثلث، مثلا نفرض مثلث ألف ب ج، تتناسب أطوال الأضلاع مع جيوب الزوايا المقابلة لها. ده طول ضلع، طول الضلع المقابل للزاوية أ بنسميه أ شرطة، وطول الضلع المقابل للزاوية ب، زاوية ب الضلع المقابل ليها بنسميه ب شرطة، وطول الضلع المقابل للزاوية ج، ج شرطة. فالصيغة الرياضية للتعبير عن القانون ده أ شرطة على جا الزاوية المقابلة له اللي هي جا أ يساوي ب شرطة على جا الزاوية المقابلة له اللي هو جا ب، ويساوي ج شرطة على يساوي ج شرطة على جا ج. دي الصيغة الرياضية للقانون ده اللي هو قانون الجيب. في تمرين مشهور على القانون ده بيقول في أي مثلث أ ب ج، أ شرطة على جا أ يساوي ب شرطة على جا ب يساوي ج شرطة على جا ج. ده القانون، قانون الجيب اللي احنا لسه قايلينه. التمرين المشهور بقى بيقول لك إن النسب دي بتساوي 2 نق، ونق ده طول نص قطر الدايرة الخارجة عن المثلث أ ب ج. يعني في المثلث ده، في المثلث ده أ ب ج، يبقى أ شرطة على ب شرط، أ شرطة على جا أ يساوي ب شرطة على جا ب يساوي ج شرطة على جا ج يساوي 2 نق، اللي هو نص قطر الدايرة المرة برؤوسه الخارجة عنه، النق اللي هو ده 2 نق. ده برضك تمرين مشهور وبنحل عليه ونستخدمه في حل مسائل. لو طلب مننا عاوز نص، عاوز مثلا محيط الدايره المره برؤوسه، نجيب نق ومثلا نقدر نجيب المحيط. فعشان كده لازم نفتكر قوانين محيط ومساحه المثلث والدائره عشان بتطلب مننا في المسائل. محيط المثلث يساوي مجموع اطوال اضلاعه. يعني عندنا مثلث، مثلث الف ب ج، المحيط بتاعه الضلع ده، الضلع ده زائد الضلع ده، او أ شرطة عشان الضلع ده أ شرطة، وده زائد ب شرطة زائد ج شرطة. مساحة المثلث بتساوي نص حاصل أي ضلعين، نص حاصل ضرب أي ضلعين في جا الزاوية بينهما. المثلث هو مكون من 3 أضلاع، أي ضلعين ضلع طول الضلع ده زائد طول الضلع ده في جا الزاوية بينهما في نص. يعني نص حاصل أي ضلعين في جا الزاوية بينهما ده مساحة المثلث. محيط الدائرة بتساوي 2 ط نق أو 2 باي نق، نق اللي هو نص القطر، ومساحة الدائرة ط نق تربيع أو باي نق تربيع، نق اللي هو نص القطر. وبكده الدرس بتاعنا خلص. في فيديو تاني إن شاء الله تمارين على الدرس ده. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.